السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي المحاضرة هي المحاضرة الثانية في الميبس. اليوم إن شاء الله حنأخذ مقدمة موسعة عن الميبس، أوكي، وحنحكي عن الانستراكشن سيت بالميبس بشكل عام، أوكي، وحنحكي عن بعض الأمثلة البرمجية بالميبس، أوكي، وفيما بعد حننتقل لإيش؟ للانستراكشن فورمات في الميبس وتفصيلاته والديزاين تاعه. حتبلش ماده المعماريه بما معناه الحقيقي. ماده المعماريه بتبلش لما نبدا بالفورمات تاع الانستراكشن، كيف الديزاين تاع الانستراكشن وامور زي هاي. اتفقنا؟ بنذكر مع بعض، بنذكر حالنا انه الكويز الاول يوم السبت 13 شهر 13/11 الساعه 8. مده الكويز خلينا نحكي 10 دقائق. عدد الأسئلة مؤقتا خلينا نحكي إنه عددها إيش؟ 5. عددها إيش؟ 5. أوكي، إذا في أسئلة مثلا سهلة، أوكي، بزيد عدد أسئلة الامتحان بحيث إنه إيش، مش إذا غلطت بسؤال يروح عليك علامتين. واضحة الفكرة؟ نتوكل على الله. اوكي، ذكروني بالكود هذا اللي حكينا عنه بنهايه المحاضره الماضيه او بدايه المحاضره الماضيه، شو سلافه الكود هذا؟ ذكروني فيه. بدايه دكتور حكينا انه كيف تم تحويل اللغات اللي احنا موجوده عندنا اياها من انه تكون هاي ليفل للو ليفل، استخدام الاسمبلر، وحكينا الدايركت والاندايركت. ممتاز، يعني هذا الكود مكتوب عندي مثلا بلغه السي بلس بلس او بلغه الجافا. هذا الكود اللي موجود عندي باستخدام الكومبايلر بتحول لايش؟ بتحول لاسمبلي كود. الاسمبلي كود في برنامج مسؤول عنه اسمه الاسمبلر، مسؤول عن تحويله لماشين كود، تمام؟ اوكي، كثير من الكومبايلر وظيفتها بس تحول ايش؟ السورس كود لايش؟ لاسمبلي كود. في جزء اخر احيانا بكون ضمن الكومبايلر او ما بكونش احيانا ضمن الكومبايلر، اسمه اسمبلر، مسؤوليته انه يحول ايش؟ يحول الاسمبلي كود لماشين كود. طبعا زي ما حكت زميلتكم، اتصور ميسي اللي حكت وانا غلطان. زي ما حكت زميلتكم، بعض الكومبايلر مباشره بتحول ايش؟ السورس كود لماشين كود، وبعضها ايش؟ شو بيساوي؟ بحول السورس كود اللي مكتوبه بالسي بلس بلس مثلا او بالجافا، بحولها لايش؟ لاسمبلي كود. بعدين في شيء اسمه اسمبلر هو اللي بحول الايش؟ الاسمبلي كود لماشين كود. اوكي، لو سالتكم سؤال، شو دور الاوبريتنج سيستم في عمليه التحويل هاي؟ لو سالنا سؤال، بدي اسال سؤال وانا اجاوبه. الاوبريتنج سيستم احد السيستم بروجرامز، يعني هسه مش الكومبايلر، كومبايلر لغه البرمجه سيستم بروجرام، برنامج نظم. الاوبريتنج سيستم برضه ايش؟ سيستم بروجرام. طلع هون الاسم اللي مسمينه لهم سيستم سوفت وير. هاي برامج قادره على ايش؟ على تحويل، اوكي، البرامج اللي بيستخدمها الاند يوزر او برمج فيها الاند يوزر او البروجرامر قصدي، لايش؟ ل ماشين كود. اوكي، إذا البرامج اللي بتقدر تحول سورس كود عندي لماشين كود، اوكي، شو بنسميها؟ سيستم سوفت وير. البرامج اللي بتتعامل مع الهاردوير، اوكي، بسميها سيستم سوفت وير. اوكي، هسا بقول لك أي بروسيس عندك في الأوبريتنج سيستم أو أي بروسيس ضمن برنامج يتحكم بها من خلال بروجرام. A process is controlled by a program. ايش البروجرام؟ من ايش بتكون؟ من انستراكشن. الانستراكشن بتحدد الاوبريشن اللي البرنامج بده يقوم فيها، الداتا اللي بدنا نشتغل عليها، الكنترول سيكونس. الانستراكشن عاده تتخزن بالباينري كود، تمام؟ الباينري كود بحدد السيكونس اوف مايكرو اوبريشن. المايكرو اوبريشن من اسمها اوبريشن مصغره، يعني الاوبريشن الواحده بامكاني اجزئها لاجزاء اسميها مايكرو ايش؟ ايش؟ اوبريشن. اوكي، مش موضوعنا ومش ذو اهميه،
اهم شيء تعرف لي مفهوم الستورد بروجرام كونسبت، انه بالكمبيوترات الحديثه اوكي البرنامج عشان يتنفذ لازم يكون برنامج مخزن، لازم يكون مخزن، وين بتخزن؟ في الميموري. شو مبدا عمل البرنامج؟ ابسط برنامج طلعوا لي هذا الشكل، اخذناه لما اخذنا الانترودكشن. هذا الشكل شو بيمثل؟ ايش بيمثل الشكل هذا اللي على الجهه هاي؟ شو بيمثل؟ واللي على الجهه هاي شو بيمثل؟ هذا شو بيمثل يا شباب؟ يلا الميموري. اي ميموري يا شباب ايش الها؟ ادرس، وبكل ادرس بكون فيه محتوى. لو قلنا لكم الادرس اللي عنوانه واحد، طلعوا اللي ادرس اللي عنوانه واحد بعدين جنبيه 11 صفر، شو محتواه؟ يلا الادرس اللي عنوانه واحد بعدين جنبيه 11 صفر، شو محتواه؟ مين يجاوبني؟ ايوه لو قلت لكم الادرس اللي عنوانه 2 صفر واحد وجنبيه 10 صفار، شو محتواه؟ هذا محتواه. لو قلت لكم الادرس اللي عنوانه 3 هذا شو محتواه؟ بتقولوا لي هيو محتواه. الادرس اللي عنوانه 4 شو محتواه؟ هيو. الادرس اللي عنوانه 5 هي محتواه. الادرس اللي عنوانه 6 هي محتواه. الادرس اللي عنوانه 7 هي محتواه. الادرس اللي عنوانه ايش؟ شو العنوان هذا؟ يلا شو العنوان هذا؟ 8. الادرس اللي عنوانه 8 يا معاذ شو محتواه؟ هيو. ممكن تقول لي يا معاذ ايش الشكل هذا ايش الشكل هذا بيمثل مره ثانيه؟ بدي اسمع صوت غير صوتي. دكتور بتمثل لنا الميموري. ممتاز الميموري. اللي على اليسار شو بيمثل؟ اللي على اليسار بيمثل لنا الادرس. الادرس كم من بت الادرس هذا؟ 12 12 بت. 12 بت ممتاز. والجانب الايمن بيمثل لنا محتوى والجانب الايمن بيمثل لنا محتوى الميموري. كم من بت هذا؟ 16 بت. 16 بت تمام. طيب لو حكينا عن هاي 12 بت، يعني شو محتوى شو 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 الرينج تاع الادريسز؟ مين بيعرف؟ اذا عندي 12 بت شو الرينج تاع الادريسز؟ حيكون من وين لوين؟ من صفر الى ايش؟ يلا بدها تكون من صفر لاثنين قوة 12. من صفر لاثنين قوة 12 الكل ناقص واحد صح؟ من صفر صح الى اثنين قوة 12 ناقص واحد تمام؟ واضحة الامور هاي يا شباب؟ تمام ممتاز جدا. طيب هسا انا بشتغل بمفهوم الستورد بروجرام، شو بصير؟ في عندي ريجستر اسمه بروجرام كاونتر، ايش اسمه الريجستر هذا؟ في عندي نوع من الذاكره ريجستر تمام؟ اسمه بروجرام كاونتر، بيحتوي ايش؟ على عنوان الانستركشن اللي بدي انفذها، بيحتوي على عنوان الانستركشن اللي بدي انفذها. هسا شو العنوان الموجود هنا يا ميس؟ شو العنوان الموجود هنا؟ واحد صح؟ واحد هون دكتور واحد. طب هذا الواحد وينه؟ موجود هون هذا المكان عندي. هذا هذا العنوان في انستركشن، وين بتيجي طلعه؟ ها وين حتتخزن؟ بالانستركشن ريجستر. بالانستركشن ريجستر هو اللي فعليا قاعد بصير، مش هيك بالضبط عشان نكون واقعيين. طلعوا ايش اللي بصير. هذا البروجرام كاونتر شو قيمته هسه؟ واحد. طبعا البروجرام كاونتر اول ما اقراه شو بيزيد مقدار قديش؟ بيزيد مقدار واحد، بس خلينا نشوف قبل ما يزيد مقدار واحد شو بده يصير عليه. نرجع لورا. هاي البروجرام كاونتر قيمته واحد. بقول لك البروجرام كاونتر انكريمنت باي يونت اوف ادرس. حنشوف لقدام انه حنصير نزيده مقدار اربعه. ليش؟ شغله حنفهمها لقدام. انه بنتعامل مع الموم ادريسز 4 بايت باي 4 بايت. 4 بايت باي 4 بايت هنشوفها لقدام. احنا لوجيكالي هسه اوكي كل انستركشن او كل مومر ادرس بيفرق عن اللي بعديه بمقدار قديش؟ ارجعوا لورا. كل عنوان بيفرق عن اللي بعديه بمقدار قديش هون يا شباب؟ يلا
واحد واحد مقدار واحد مقدار واحد، وبيقريكم. يعني كل واحد بيزيد عن اللي قبليه مقدار واحد. تمام. فعشان هيك اختصارا قلنا لك البروجرام كاونتر قيمته واحد. شو بنيجي بنساوي هسه؟ بقول لك النكس ادرس از بوت ان ذا باس اند از لودد انتو ذا ادرس ريجستر. في شغله اسمها ادرس ريجستر، العنوان اللي موجود بالبروجرام كاونتر وين بحطه؟ بالادرس ريجستر. شو العنوان الحالي؟ واحد. بحط بالادرس ريجستر واحد. هذا الادرس ريجستر بكون ايش؟ وايرد للميموري. ايش يعني وايرد للميموري؟ يعني البتات مباشره بتصل للميموري، وبقدر اقرا محتوى الادرس ومباشره احطه وين؟ ها؟ للانستركت ريجستر. مين اللي بيقدر يصل مباشره للميموري؟ البي سي ولا الادرس ريجستر؟ ادرس ريجستر. لاحظوا بالشكل اللي قبل، لو رجعنا لورا بقول لك هون البروجرام كاونتر هو اللي بيصل للميموري، هو فعليا مش البروجرام كاونتر اللي بيصل للميموري وبجيب لي محتوى الميموري بحطها بالانستركت ريجستر. مين فعليا؟ يلا مين يقول لي؟ ها؟ الادرس ريجستر. البروجرام كاونتر احنا بنحطه بالادرس ريجستر، وبعدين بنروح نجيب محتوى الميموري وين بنحطه؟ مباشره دايركت اكسس، وبحطه بالانستركت ريجستر. بعدها البروجرام كاونتر بصير بزيد مقدار قديش؟ هسه كان واحد، شو بصير؟ اثنين. كيف صار ثلاثة؟ دقيقة بالله، آسف أنا غلطان، هو كان مش واحد هنا، إيش هنا؟ أنا اثنين كان بقيمته اثنين كان بقيمته اثنين، زاد واحد شو صار؟ ثلاثة. أنا من وين بالي واحد؟ بجوز المثال اللي أعطاه هناك كان واحد قيمته. هذا كان واحد، بعدين نكس بروجرام كاونتر صارت اثنين، ممتاز، وهكذا. ها شغلة بدري عليها، هو مستعجل لما شرحها هون ترى، مش مشكلة. فهمتوا آلية يا شباب جلب المعلومات؟ فهمتوا آلية جلب المعلومات؟ دكتور بحط المعلومة زي ما هي بالاي ار. المعلومة اللي ايش زي ما هي بالاي ار؟ يعني اللي متخزنة بالبي سي مباشرة بروح بحطها بالاي ار نفسها، لأنه أنا بالسلايد عندي ما بعرف، لأنه حسب أيوه زي هيك أنا موجودة عندي. طلعي البروجرام كاونتر أول إشي بتكون قيمته واحد، ماشي مثلا قيمته واحد. أنا دائما التعليم اللي بدي أنفذها زيادة عن قيمة البروجرام كاونتر بواحد، بس هاي بدري عليها زي ما قلت لكم المعلومة. فلاحظوا الواحد قديش صارت هنا؟ صارت اثنين. هاي شغلة بدناش نبلش فيها، تمام؟ المهم إنه التعليم بقرأها من البروجرام كاونتر اللي هي إيش واحد. وين بحطها هاي؟ بالأدرس ريجستر. وين بحطها؟ بالأدرس ريجستر. هسا شو القيمة اللي هون؟ اثنين. عشان نفهمها، ها مين اللي قيمته اثنين يا ميس؟ الأدرس الثاني دكتور. هذا الأدرس الثاني. المحتوى هذا بجيبه وين بحطه؟ بالانستركشن ريجستر. الانستركشن ريجستر. شو وظيفة الادرس ريجستر؟ انه يخزن ايش؟ اللي موجود عندي بالبي سي. كاونتر. بس لاحظوا هنا البروجرام كاونتر، هاي شغلة فاتتني اني اشرحها، لانه انا شايف انه بدري عليها. البروجرام كاونتر كان واحد. بس دائما انا البروجرام كاونتر القيمة اللي بقرأها منه النكست فاليو اوف بروجرام كاونتر، نكست فاليو اوف بروجرام كاونتر. فقيمته هنا اثنين البروجرام كاونتر، كان واحد صار اثنين. بعدين الاثنين بحطها بالادرس ريجستر، تمام؟ بجيب الانستركشن الموجوده بالعنوان هذا وبحطها بالانستركشن ريجستر. بعد ما اخلص من الحكي هذا شو بساوي؟ البروجرام كاونتر قديش بتزيد قيمته؟ بمقدار واحد، فبدل ما هو اثنين شو صار؟ ثلاث. يعني هون تعمل زي increment أو loop. فهسه بالمرة الجاي شو بقرأ؟ بقرأ القيمة ثلاثة. بقرأ يعني لو بدي أمشي أخرى لفة بقرأ القيمة ثلاثة، بجيب العنوان تاعها، بعدين هذا إيش بدها تصير قيمته؟ صفر صفر واحد، صح؟ انسوها هاي. البروجرام ستيتمنت اند كمبيوتر انستركشن، تمام؟ البروجرام ستيتمنت اند كمبيوتر انستركشن بشكل عام، الكمبيوتر انستركشن
فيها فيلدز، ايش فيها؟ فيلدز فيها حقول لها فورمات معين. بقول لك بالفيلدز هاي او بالفورمات المعين لازم اراعي الامور الثانيه. بقول لك لازم اراعي ايش؟ فيلد سبيسيفاينج ذا اوبريشن تو بي اكسكيوتد، لازم يكون عندنا فيلد يحدد لنا شو العمليه اللي بدنا ننفذها، ولازم يكون عندنا ايش كمان؟ فيلد سبيسيفاينج ذا داتا تو بي اوبريتد اون. لازم بالانستركشن كمان يكون عندنا فيلد يحدد لنا شو هي الداتا اللي بدنا نشتغل عليها. هاي معلومة أو معلومات كلها هنشتغل عليها إن شاء الله خلال المحاضرات الجاية. طبعاً understanding the instruction set، إنك تفهم شو instruction set، اللغة اللي بنتعامل مع الهاردوير من خلالها، شغلة مهمة ومفتاحية لفهم إيش الانترفيس بين الهاردوير والسوفتوير. تمام؟ أوكي؟ طب شو أهمية instruction set؟ هاي معلومات حكيناها المحاضرة الماضية. الانستركشن سيت رابط بين السوفتوير والهاردوير. طيب شو اهميه ايش ديزاين برينسيبلز بتاعت الانستركشن سيت؟ حكينا عنها المره الماضيه. دائما خلي الهاردوير سمبل وخلي الانستركشن ايش مالها منظمه ريجولار. كيف هذا ان شاء الله حنشوفه من خلال دراستنا للانستركشن سيت اركتشر. هسه الانستركشن سيت لما يجوا يصمموها بالبروسر، يا اما بتكون الانستركشن فورمات فيريبل لينكس يعني من اطوال مختلفه، يا اما بكون فيكس لينكس يعني كل الانستركشن مثلا بالفيكس لينك كلها مثلا بكون طولها 32 بت. بالفيريبل لينكس مثلا بتلاقي انستركشن طولها 32، انستركشن طولها 12 بت، انستركشن طولها 64 وهكذا. شو الفائده من الفيريبل لينكس انستركشن؟ الفيريبل لينكث انستركشن هايلي افيشنت، لاني بتحكم بعدد البتات تاعت الانستركشن بناء على اللي بدي اياه. شو البتات وشو الفيلدز الموجوده فيها؟ هذا حيكون موضوع دراستنا في ماده الاركتشر. بتخليني الفيريبل لينكث انستركشن اني اصمم كومبلكس سبيسيفيكيشن لكل انستركشن. تمام؟ ويوجوالي مينز مس الايند انستركشن فيتش. ايش المس الايند انستركشن فيتش؟ الانستركشن فيتش فليكسبل بالفيريبل لينكث انستركشن. تمام؟ وجريتلي ايش كومبليكيت فيتش؟ بس بالفيريبل لينكث انستركشن عمليه الوصول للمعلومه ان اجيبها فيتش واترجمها عمليه اصعب من الفيكس لينكث انستركشن. تمام؟ الفيكس لينكث انستركشن ماي ليميت نمبر اوف ريجسترز. الفيكس لينك انستركشن بتحددني بعدد الريجسترات اللي لازم استخدمها، وعاده بكون فيها فيو انستركشن فورمات، بكون فيها اثنين ثلاثه زي مثلا الميبس فيش عندي الا ثلاثه ايش انستركشن فورمات. تمام؟ هذا بيؤدي ايش لويست للسبيس. اذا كل انستركشن لها نفس الطول، اذا الانستركشن اللي حتكون عندي الانستركشن بتكون بطول ايش؟ اسوأ انستركشن موجود عندي، لان انا الانستركشن بدي اسويها بطول ثابت. هاي مشكله حنشوفها لو قدام، الحكي عنها ما بنفع الان. ليميت ويث اوف ايميديت اوبراند، كمان الايميديت اوبراند انا لما اشتغل على انستركشن طولها ثابت بضطر احدد حجمها من البدايه، هذا حنشوف كله ان شاء الله في شغلنا. طبعا The fight for bits. How wide should instruction be? كل ما الانستركشن زاد عرضها بإمكاننا نساوي encoding لرجسترات عددهن أكبر، وفي عندنا خيارات أكثر للتعامل مع إيش؟ مع الانستركشن وأنواعها. تمام؟ الوايدر instruction بتمكنني إني إيش؟ إن أتعامل مع الانستركشن مختلفة، بس الوايدر instruction بتأدي إنه إيش؟ البروجرام نفسه يكون حجمه إيش؟ كبير. والتعامل معاه حيتعقد نوعا ما. تمام؟ والبيجر بروجرامز المشكله لما يكون البرنامج كبير، هذا معناته انه ما بامكاني احطه كله بالكاش، فحيصير عندي كاش هيت ايش بشكل اقل. يعني انا بحط المعلومات اللي بستخدمها بشكل متكرر بميموري اسمها ايش؟ الكاش. لما يكون البرنامج كبير بضطر احط جزء كبير منه على الرام، والجزء وجزء من اللي بستخدمه احطه على الكاش، بس هذا الجزء اللي بده ينحط على الكاش من اللي بستخدمه بكثره مش حيكون بالسعه المطلوبه.
تمام؟ ليش؟ لأنه حجم البرنامج أكبر، حجم البرنامج كبير. هاي كلها أمور حنشوفها إن شاء الله عملي، إن نحكي عنها على الفاضي هسا. Things you need to encode، شو الأمور اللي بحتاج أني أسوي لها encoding بالinstruction format؟ طبعا هاي شغلة حنأخذها وحندرسها المحاضرات الجاي، وتوكلوا على الله إن شاء الله حتكون سهلة، إن شاء الله حتكون سهلة. تمام؟ الأوبريشن كود، بدي أساوي كودينج للأوبريشن، بدي أصير أعطي تشفير لكل إيش أوبريشن، بدي أشفر الأوبراند. تمام؟ على الأقل بدي يكون عندي أوبراند واحدة، وعادة بكون عدد الأوبراند إيش 2 أو 3. شو هم الأوبراند؟ يعني لما نحكي 2 زائد 3 شو الأوبريشن اللي عندي؟ الزائد. مين هم الأوبراند عندي هون؟ الاثنين والثلاثة. اثنين وثلاثة. تمام؟ لازم أقدر أتعامل مع الإيميديت أوبراند، يعني هسا 2 زائد 3 عندي إيميديت ديتا 2 و3، أما لما أجي أقول لك إكس زائد واي، شو الإكس والواي بتمثل يا معاذ؟ هني أوبراند، بس شو بيمثلوا في الذاكرة هذول؟ مش بيمثلوا ميموري لوكيشن؟ الإكس موقع بالذاكرة والواي موقع في الذاكرة. فمين التعامل معها أسهل؟ لما أتعامل مع immediate data زي هيك، ولا لما أتعامل مع مواقع في الذاكرة مثلا هذا قيمته إيش 4 وهذا قيمته 5؟ اللي أسهل إلي لما أتعامل مع immediate operand، عملية إني أقرأ من الذاكرة هاي بدها إيش؟ بدها extra operation. لازم أقدر أتعامل مع memory offsets وحنحكي عنها، والبرانش تارجت والبرانش كونديشن، هاي أمور كلها حنحكي عنها. لازم اقدر اتعامل مع الكونديشنال اوبريشنز، وهي كلها امور ان شاء الله حنحكي عنها. 2 أو 3 اوبراندز، هسه الانستركشن اللي بدنا ننفذها او اللي بدنا نصممها بده يكون فيها 2 اوبراند ولا 3 اوبراند؟ اذا انت من الناس اللي بتفضل ان يكون عندك 3 اوبراند، الكود سايز حيكون عندك اصغر. تمام؟ ها؟ الكود حيكون عندك اصغر. طب اذا انت من الناس اللي بتفضل يكون عندك 2 اوبراند، ها في الحاله هاي ايش حيكون عندك تعامل مع ايش؟ مع ريجسترات اكثر. هذا كله ان شاء الله حنشوفه. الحكي حيكون زي ايش؟ زي الحجب. طلع لي على الانستركشن هاي، طلع لي هاي انستركشن مثلا بالسي او بالبايثون، اي تساوي بي زائد سي. فلنفرض انه الاسمبلي تقدر تتعامل مع الميموري لوكيشن بشكل مباشر. هي ما بتقدر تتعامل مع بشكل مباشر لعلمك. بس على فرض انها تتعامل مع الميموري لوكيشن بشكل مباشر، كيف بدي اجمع ايش؟ المعادله هاي، او اجمع بي للسي واخزنها في ايه؟ بشكل بسيط، في عندي انستركشن مثلا اسمها اد في الاسمبلي. اسمها اد. طلعوا. انا بدي اجمع البي والسي مع بعض، وين اخزن الناتج؟ اخزنه بايه؟ فلما احكي ايه فاصل بي فاصل سي، هذا معناها ايش؟ اجمع لي بي وسي وخزنهم ايش؟ في ايه؟ مين السورس ومين الديستنيشن عندي هنا؟ هاي مصطلحات بدي اياك تعرفوها لو سمحتم. السورس يعني مصدر. السورس بي وسي. السورس بي وسي، ممتاز. الديستنيشن ايه؟ ايه ممتاز. هاي الامور ضروري تركز لي عليها، اتفقنا؟ طيب هسه لما اجي اقول لك، خلينا على الفرضيه هاي انه الاسمبلي بنقدر من خلالها نتعامل مع مواقع بشكل مباشر. طلع لي هون A بتساوي B زائد C زائد D زائد E. تمام؟ وين بدها تخزن القيم هاي كلها؟ في A. طلعوا كيف بتعامل معها. مين يكتب لي ايش برنامج يجمع لي الارقام هاي؟ مع كم من اوبران بامكاني اتعامل في نفس الوقت يا شباب؟ انا مع كم من اوبران؟ يلا احكوا لي. من هذا المثال دكتور 5 4، بس بقدر اعمل اكثر. لا بقدر اتعامل مع 3. عديني. 2 3. يلا خلينا نجمع هذول مع بعض. وين كلهم بدهم يتخزنن؟ بالديستنيشن A. خلينا نشوف أول حل له. يلا ها، A
هاي خلينا نطلع على المثال هذا. يلا البي والسي شو بده يصير عليهم؟ بده ينجمعوا مع بعض صح؟ ونخزن قيمتهم بـ A. وبدنا نخزن قيمتهم في A. فهاي ترجمي لي اياها، هاي معناها A تساوي B زائد C. B زائد C. طيب اللي بعديها شو معناها؟ بعدين بنضيف له قيمة A. احنا بنعرف انه الـ A ناتج B وC فيها، بعدين الـ A بتساوي A زائد D. تمام، خلينا أوضحها. هون A زائد D. اللي بعديها بالله A تساوي A A زائد E زائد E. هذا على فرض ان الاسم اللي بتقدر تتعامل مع الميموري لوكيشن بشكل مباشر. طيب شو الطريقه الثانيه هاي اللي حلل لي اياها هون؟ هسه هاي هل من خلال هاي انا بجمع بي زائد سي زائد دي زائد دي؟ اه طلعوا جمعت البي وسي مع بعض خزنتهم في ايه. بعدين البي زائد سي ضفت عليهم دي وخزنتهم في ايه. بعدين البي والسي والدي اللي هم موجودات بايه ضفت عليهم ايش اخر شيء؟ الاي. تمام. هسا ايش هون سوينا؟ هون دكتور حطينا بفاريبل ثاني اللي هي اف. يعني هون عندنا الاي خزننا فيها بي زائد سي. هون قلنا لك الضلكاش تشتغل على ايش؟ على الاي. شو جينا حكينا هون؟ عرف له متغير اسمه اف، متغير مؤقت، خزن لي في دي زائد اي. هون خزننا دي زائد اي. هون شو سوينا هون؟ هسا هون في عندي دي زائد اي وهون عندي بي زائد سي، شو باجي بساوي؟ خلصت. بنجمع اي واف ومنخزنهم بأي. الاي زائد اف. الاي زائد اف، الاي هي عباره عن بي زائد سي والاف عباره عن دي زائد اي. لما اجمعهم مع بعض بيطلع عندي مجموع بي زائد سي زائد دي زائد اي. طب مره ثانيه شو مفترض انا؟ انه الاسمبلي بامكانها تتعامل مع ايش يا شباب؟ مع ميموري لوكيشن بشكل مباشر، وهذا ترى مش واقعي بس بدنا نمشي عليه. طب مين بيقدر يحول لي الكود هذا لايش؟ لاسمبلي. هيو محلول. هيو محلول. بنعرف اول شيء فاريبل هون معرفينهم تي 0 بنحط فيها الجي زائد الاتش. ايوه. وبعدين فاريبل ثانيه اللي هم مسمينها تي 1 بنحط فيها الاي زائد ال. يعني خلينا نمشي فيهم. التي 0 طلعي حسب الاولويات الجي زائد الاتش بنجمعهم فيهم. بعدين التي 1 اي الاي والجي. شو سوينا؟ جمعنا الاي والجي. لازم نعرف انهم اد لانه هون في عنا اد وفي عنا. ايوه. هسه الاف شو بدنا نخزن فيها؟ ناتج طرح هاي. تمام. فالاف شو حتساوي؟ تي 0 ناقص تي 1. طب هاي اللي جنبها شو الطريقه هاي؟ ايش سوى هون؟ هون اجى قال لك الاف شو ساوي فيها؟ اجمع فيها الجي مع الاتش. بعدين بده يطرح من ايش منها؟ يلا الاتش. الاف اطرح لي منها. هو زي كانه دخل السالب على القوس. ايوه دخل الناقص على القوس. ممتاز. بعدين الاف شو ساوي عليها؟ طرح منها الجي. طرح منها الجي. تمام. تمام. هسه الملاحظة هاي اللي كاتبها هون انسوا لي اياها، هاي ما تقروا عليها هاي. تمام. بالسي او بالبايثون لما نيجي مثلا بالبايثون نحكي سي ايكوال 3 شو بنكون سوينا؟
بكون عرفنا متغير في الذاكرة اسمه سي. شو قيمته؟ ثلاثة. شو نوعه؟ من أي نوع هذا؟ كما حطينا فيه انتجر، شو نوعه؟ انتجر. انتجر. لو جينا حطينا فيه مثلا 3.2 شو بكون نوعه؟ فلوت. لا، لو جينا حطينا فيه string يعني هيك، شو بكون نوعه؟ string. string. هاي الأمور عارفينها أنتوا صح؟ طيب، بس بدي أكد على معلومة هنا، إنه بالسي ولا بالسي بلس بلس ولا الجافا، مع اختلاف طرق تعريف المتغيرات عن البايثون، بس المتغير بظل متغير. المتغير عبارة عن موقع في الذاكرة. إيش اللي سهل على الكمبيوتر؟ إنه ينفذ البرامج على السي بي يو، ها؟ ولا إنه إيش ينفذها على الرام؟ وين البرنامج؟ وين البرنامج فعليا بتنفذ؟ سي بي يو. على السي بي يو. يعني خليني أشرح لك إياها، بدي بس منطقة فاضية هون. هاي عنا الميموري، فيها فاريبل اسمه إيه، قيمته 3، تمام؟ وهذا السي بي يو، هذا السي بي يو فيه ريجستر اسمه آر 1. أنا هسه كسي بي يو محتاج المتغير إيه اللي قيمته 3. شو السهل إلي؟ أظلني أروح وأرجع على الميموري، ولا إني أخزن قيمة إيه في إيش؟ في آر 1. افرض انه الاي بدي استخدمه 5 مرات، وجيت قلت لك انه عمليه القراءه والكتابه على الميموري مكلفه، مين اسهل لك؟ تخزن الاي وتخليه قريب منك جوا السي بي يو جوا ريجستر اسمه ار 1، ولا تضلك تروح وترجع على الميموري؟ مين اسهل لك؟ اخزنه بالريجستر. اخزنه بالار 1. اخزنه بالار 1. إني أظلني أروح أرجع على الميموري وأقرأ إيه وعدل عليه وأرجعه غلط. السي بي يو شو بساوي فعلياً؟ طبعاً الآر واحد وين؟ جوا السي بي يو. السي بي يو فعلياً بيجيب الإيه وبيخزنها جوا ريجستر وبيشتغل عليها. لما يخلص منها وين بعدل؟ على مين بعدل يا شباب؟ بعدل على الإيه اللي موجودة في الميموري، تمام؟ هسه المعلومة اللي بقول لي إياها هنا، الميبس انستراكشر ريجستر لها ايه 32 ريجستر، لازم اعرفه، تمام؟ هاي الاسئله ليش 32 ريجستر مش مطالبين فيها، تمام؟ 32 ريجستر انا بشتغل عليها لانه انا بالميبس انستراكشر فورمات عندي 5 بتس. ال5 بتس من خلالهم قادر انا انمدج ايش؟ انمدج 32 ريجستر. اوكي، هذا هو سبب رئيسي، وفي اسباب اخرى بديش ادخل فيها، بس بدنا نعرف انه بالميبس كم ريجستر عندي؟ 32 ريجستر. 32 ريجستر، each register is 32 bit wide. كل ريجستر قديش عرضه؟ كم من قديش سعته؟ 32 بت. ال 32 بت تذكروا معي البايت الواحد 8 بت، اذا ال 32 بت قديش؟ إذا البايت 8 بت، ال 32 قديش؟ 4 بايت. 32 بايت 8 يعني 4. طلعوا كيف شكل الريجسترات، هذول مطلوب حفظ. شو مطلوبات؟ حفظ. تمام؟ تمام يا شباب؟ أنا إذا بجيبهم بالامتحان هذا بطبع لك إياهم يعني إن شاء الله، بس بدي حدا يذكرني. تمام؟ لأنه بجوز بالامتحان نضطر نشتغل عليهن. حوريكم كيف نشتغل عليهن المحاضرة الجاي، كيف حنشتغل عليهن المحاضرة الجاي بإذن الله، بس مؤقتا مطلوب حفظهن. الـ R0 الـ R0 لـ R31 هذول الرجسترات من 0 لـ 31 يعني 32 رجستر، إلهن أسامي برضو ثاني. يعني الـ R0 الـ R0 اسمه دولار ساين 0، الـ R1 اسمه دولار ساين اي تي، الار 2 لار 3 اسمهم دولار ساين في 0 الى دولار ساين في 1، الار 4 والار 7 اسمهم اي 0 ل اي 3، الار 8 لار 15 اسمهم تي 0 ل تي 7.
الار 16 لار 23 اسمهم الزيرو 0 لار 7، الار 24 لار 25 هذول الاثنين اسمهم تي 8 وتي 9، الار 26 والار 27 اسمهم كي 0 وكي 1، الار 28 هذا جي بي بوينتر او جلوبال بوينتر، الار 29 ستاك بوينتر اس بي، الار 30 فريم بوينتر اف بي، الار 31 ار اي ريتين ادرس. لاحظوا كل قطاع من هالقطاعات من قطاعات هالرجسترات له استخدام خاص، يعني في 0 ل في 1 بنستخدمه عشان نخزن النتائج، الاي 0 والاي 3 بنستخدمهم عشان نخزن الارجمنت تاعت الفانكشن. تمام، في فانكشن عندنا بالاسمبلي زي ما موجود عندنا فانكشن لغات البرمجه، التي 0 والتي 7 بنستخدمهم عشان نخزن النتائج بشكل مؤقت، الاس 0 والاس 7 بنستخدمهم عشان نخزن النتائج للاستخدام اللاحق، التي 8 والتي 9 زي ايش؟ زي فكره التي 0 والتي 7 نستخدمهم لايش؟ للتخزين المؤقت. الكي 0 والكي 1 هذول محجوزات للنظام التشغيل. الجي بي هذا جلوبال بونتر، الاس بي ستاك بونتر، الاف بي فريم بونتر، الار اي ريتين ادرس. لما نيجي ناخذهم بنشوف استخداماتهم. طيب شو الفرق بالاسمبلي بين لود وورد والستور وورد؟ لما نقول لك لود وورد تي 0 ميموري ادرس، شو تي 0؟ يلا احكوا لي ريجستر رقم ايش يا شباب؟ يلا تي 0 اي ريجستر؟ يلا يا شباب ثامن 8 ايوه ار 8. هسه بطل عندي تمبرري ريجستر، اسف بطل عندي تمبرري فاريبل زي هون، بطل عندي تمبرري فاريبل زي الموجودات هون. تمام، هسه صرت استخدم ايش؟ ريجسترات. لما اقول لي تي 0 طلع حاط لي عند هذا الارسان، ايش يعني حاط عند هذا الارسان؟ معناها انه هاي ايش مالها؟ هاي ريجستر. فالتي 0 ايش اسمه؟ ار 8. لو جيت قلت لك هسه الار 9 مين هو؟ تي 1. الار 10 مين هو؟ تي 2. الار 15 مين هو؟ تي 7. الار 14 مين هو؟ التي 6 وهكذا. طيب شو الفرق بين اللود والستور اوبريشن؟ هذا سؤال كررته للمره الثانيه. اللود اتجاهها من الميموري للريجستر. اللود معناها اني بروح على ميموري ادرس معين، بجيب القيمه اللي فيه وين بخزنها؟ بالريجستر اللي ايش اسمه؟ تي 0. التمبر ريجستر تي 0. الستور وورد الستور عكسيه، هاي من الريجستر للميموري. لما اقول لك ستور وورد تي 0 ميموري ادرس معناها اني باخذ قيمه من تي 0 وبخزنها بميموري ادرس. تمام ولا لا؟ تمام. طيب اشوف قد ايه ضايع الوقت. هسه الكومبايلر كيف بنظم عمليه التخزين؟ طلعوا عنده متغيرات هنا A B C و D 10. D 10 جزء من array، جزء من ايش؟ من array، من مصفوفه او جزء من list مثلا. تمام، هسه الـ A وين موقع الـ A؟ يلا اذا قلت لك كل متغير من هالمتغيرات انتجر باخذ 4 بايت، قديش باخذ؟ 4 بايت. وجيت قلت لك كل شرطه من هذول عباره عن بايت، كل شرطه من هذول عباره عن قديش؟ بايت. اذا كل متغير كونه انتجر قديش باخذ؟ 4 بايت. ال 4 بايت يعني كم من بت؟ 32 بت. فال A لاحظوا كم من شرطه بده ياخذ ال A؟ عدوا لي، واحده اثنتين ثلاثه أربعة. البي انتجر كم من وحدة باخذ كمان؟ وحدة اثنتين ثلاثة أربعة. السي انتجر كم من وحدة حياخذ؟ وحدة اثنتين ثلاثة وهي أربعة.
الدي انتجر كم من وحده حياخذ؟ وحده تنتين ثلاثه اربعه. تمام تمام ولا لا؟ طلعوا شو سويت هنا، طلعوا عشان اوضح لكم الموضوع. دائما في الميموري ادرس في الرام، لما اجي اتعامل مع الرام بكون عندي البيس ادرس، بكون عندي ايش شغل اسمها بيس ادرس. خليني اوضح لكم اياها. هاي المنطقة اللي هون اسمها بيس ادرس. ها شو عنوانها؟ شو حددته انا هون؟ طلعوا اد ايميديت. اد ايميديت يعني بدي اتعامل مع داتا ايش مش مخزنة بالريجستر. اد ايميديت 1000 لزيرو، خزنها وين؟ الصفر. 1000 ضيفها لزيرو، زيرو هذا لو رجعنا لورا الزيرو هذا ريجستر اسمه ايش؟ ار زيرو. هذا دائما قيمته صفر. شو دائما القيمة المخزنة فيه؟ صفر، ولا يجوز أن تغيرها عن صفر، ولا يجوز أن تغيرها عن صفر. فلما نحكي add immediate الزيرو زيرو register ألف، الألف تنزاب على الصفر، وين تتخزن؟ بالزيرو register اسمه الزيرو. ممتاز، تتخزن بالزيرو. الزيرو شو قيمته حاليا؟ ألف. ألف هذا البيس register، بقول لك the program has base address 1000 and this is saved in as 0. ال 0 register هون بقول لك always equal 0. 0 is a register that always equal 0. فلما نحكي 1000 زائد محتوى 0، 0 محتوى دائما 0، 0 زائد 1000 1000، وين بخزنها؟ جوا as 0. تمام؟ هذا بيمثل لي البيس ادرس. وين البيس ادرس؟ يلا وين ميس؟ نور؟ اه دكتور معك. وين البيس ادرس هذا؟ هذا شو عنوانه هسه؟ بكون دكتور عنوانه دولار ساين اس زيرو. ايوه هسه الاس زيرو انا خزنت فيه عنوان البدايه، قديش العنوان البدايه؟ 1000. بنكمل. انا عارف انه الماده حتى لو قدام شوي شوي حتصير غريب الماده وبدها دراسه. هسا لما اجي اقول لك هنا اد ايميديت صفر لاس زيرو وخزن لي اياها باس واحد، هسا اس واحد شو قيمتها يا شباب؟ يلا اجمعوا لي. 1001 لا اس زيرو ايش فيها؟ 1000. 1000 صفر 1000 اس واحد شو قيمتها يعني؟ 1000 نفس الشيء. نفس الشيء 1000. اذا هسا عنوان الفاريبل اي شو قيمته؟ هسا اس واحد يلا هون شو قيمتها؟ 1000. طب اذا الاي من نوع انتجر اكمل بايت حياخذ؟ 4. 2 3 4 4 بايت. تتذكروا اكمل بايت انا كنت حاجز بالميموري هناك 16، يعني قديش كانت تسع الميموري؟ 2 بايت. بس هاي الميموري بتاعتي قديش بتسع؟ يلا 4 بايت. 4 كل واحدة منها بايت، يعني قديش يا معاذ؟ 4. 4 في 8 مش البايت 8 بت؟ 32. 32 ممتاز. في واحد بيحكي بيظلوا اجابات صحيحة بس صوته واطي. انا؟ شو اسمك؟ لؤي. لؤي صوتك لؤي؟ لؤي. اجاباتك ممتازة ترى يا لؤي. هسا هون عندنا 4 بايت. هسا اللي بعديه يلا ساعدوني، اس 2 شو بتخزن فيه؟ 1004 دكتور اللي هي القيمة. ممتاز ممتاز، اس 2 بتخزن فيه 1004. 4 زائد اس 0 اللي هي 1000، البيس ادرس دائما 1004. هسا لو رجعنا هون هسا الفيريبل اللي هو اللي بعد البي سي اس 2 او بتصور بي، انا اسف بي، شو العنوان تاعه؟ 1004. اس 2 اللي هو بي. هون اطلع ملاحظه بقول لك this the address of variable بي. سي قديش زايد عليه انا بالله؟ 8. فهسا اس 3 8 زائد اس 0 يعني 8 زائد 1008
وخزن لي اياه هون بال 3. هسه صار عندي هون 1080. هاي ال 3 فيها عنوان، ال 3 فيها عنوان اي متغير؟ سي سي. عد بالله من هون 1 2 3 4 5 6 7 8، تمام. طيب اخر واحد دي زيرو، دي زيرو صح جزء من الري، بس شو عنوانه؟ انت لاحظ كل متغير انتجر كم من بايت بده ياخذ؟ أربعة. هسه هذا بدي ازيد عليه 12، ف 12 زائد 1000 1012. فهسه عندي اس الأربعة شو تخزن فيها؟ 1012. فهون عنوان الدي زيرو في اس الأربعة اللي هي 1012، انتبهوا عليها بالامتحان، تمام. بنوقف لحد هون، بنكمل من عند سلايد 22 المحاضرة الجاية. اللي ضايل علينا ان شاء الله اسهل. شكرا لكم ويعطيكم العافية. أرقامكم يعطيكم العافية.